الشغل اشتغلنا من قبل 10 سنوات لأول مرة يوم سرنا وشاركنا بالمعرض لاس فيغاس وتعرفنا على ماركة الجيانتو وعزمناهم ودرسنا معهم وسرنا شركاء معهم وفتحنا الشغل في رويال بلازا أول فرع في الشارع السد وأقوب أول بوتيك في الحياة بلازا وطورنا الماركة سوينا أشياء حصريا غير الدول الأخرى أشياء حصريا لباريس جاليري البداية كان بس عندهم ساعات وأقوب الساعات طلعنا أشياء خاصة ليميتد إديشن سبيشال إديشنز الأقلام الأزرق يكون والجلديات المحافظ سوينا طقم أشياء خاصة هو ليميتد إديشن 1 من 500 عليه رقم 2 من 500 من 500 كمان الجماعة متعاونين معانا وحسب الدراسة اللي درسناها وضع السوق شفنا فعلا الماركة هاي قاعد يتحمل السوق واليوم نحن صرفنا مبالغ كبيرة وصرنا شريك استراتيجي حق مدة بعيدة إن شاء الله ونشوف ربنا كريم إن شاء الله. It's a pleasure being here and an honor being here in Doha. We've been working with Paris Gallery for about 10 years now. You know, we feel very at home here in Doha. Gianto represents luxury. It represents value. More than that, it really truly reminds you that time is the most important thing that exists. Our brand is born and raised in LA, Los Angeles. And it really has an Eastern European design and attitude and flair. The success of the brand here in Qatar has been phenomenal. The recognition and the feedback has been, you know, so good. We have specifically for Qatar designed cufflinks, pens, wallets, jewelry, and exclusively for Doha. We're proud. To be part of the heritage here. We're proud to be part of, you know, the culture here. And, you know, we look forward to coming here every day. Tonight's going to be a fun night, and I think it's going to be great. أنا حريص دائما على أني أكون متواجد في طبعا متجر باري جاليري معرض كبير ومتنوع ويسهل علينا أشياء كثير بدال أن نقلف على الماركات يوفر لنا كل شيء في مكان واحد فمكان حلو دائما والخدمة طبعا ممتازة وننصح طبعا الجماهير كلهم ان يجون المكان هذه الزيارة تلبية لدعوة اخوي سلمان لحضور تجين ساعة جيمتو اول مرة كلها معرض في قطر واعتقد هذا بيصير قيمة إضافية لباريس جاليري باري جاليري ومعروف باري جاليري بمنتوجاته بفعالياته بأنشطته داخل دولة قطر فأعتقد باري جاليري صار عنصر أساسي في دولة قطر بجميع المجمعات التجارية الرئيسية فهنيئا لهم وهو من أكثر بكل أمانة من أكثر الديبارتمنت ستور أو المحلات الكبيرة اللي يهتم بالجمهور فقريب هو جدا من الجمهور بمشاركاته بفعاليات الكثيرة فهنيئا لهم وأقول لهم بالتوفيق وإلى الأمام